غادي نقول لك فرحه لا توصف، ما عنديش كلمات باش نعبر صراحه. هي هذه والله المهم واحد الشعور لا يوصف، والحمد لله تحقق المبتغى واكثر. ودابا بقاش الطموح ديالنا في الربع النهائي، دابا نصف النهائي والنهائي، ومن حقنا وقلت قبل قلت من حقنا نحلموا وحلمنا، وربي جايب الله تيسير الحمد لله. دابا نكملوا الفرحه ديالنا في الشارع، ومغاربة فرحانين كاملين. وتحية عندنا احسن بورتيرو، والله الا احسن بورتيرو وبيب الدراري. انا فرحانه بزاف ملي المنتخب تاهل وب 3-0، وكنتمنى المره الجايه نربحو بشي 5-0. وفيفا موروكو، ديما المغرب بونو. شكرا، الله يرحم لك الوالدين في هذا النهار. نقش المنتخب المغربي اسمه بمداد من ذهب في تاريخ المشاركات المونديالية. كتيبة الركراكي أقصت العملاق الإسباني وأدخلت البهجة والسرور في نفوس الجماهير المغربية. كما تلاحظون من ورائي الجماهير مسرورة واحتفالات عارمة في مختلف المدن ومختلف القرى والأحياء المغربية. الحلم كبر الآن، وشهية اللاعبين وشهية الجماهير المغربية كبرت هي الأخرى. نتمنى الآن أن نتجاوز الدور نصف النهائي، وأن نتجاوز أيضا نهائي، لما لا التتويج باللقب المونديالي، لأننا حققنا إنجازا تاريخيا وأصبحنا أول منتخب عربي يصل إلى دور الربع النهائي من هذا العرس المونديالي. محمد بن موسى، سفيان العشاب، طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.